سمعنا انه راحل عن ولا يريد مثلا الدخول في مساله الانتخابات. هو علنها رسميا لا انتخابات ما يبغى يدخل في مساله الانتخابات ولا تكليف ولا تكليف ولا تكليف خلال الفتره القادمه. لذلك على الاتحادين انفسهم كبار الاتحاد انهم اجتمعوا وانهم يضعوا خطه ورؤيه خلال الاربع سنوات القادمه. كيف هذه الديون تتقلص؟ اليوم انت عندك 215 مليون واجبه السداد. ما هي الحلول الان لنادي الاتحاد عشان يتم سداد هذه الديون؟ الاستاذ انمار الحايلي اليوم بعد ما شاف كل الارقام اعلن بشجاعه انه الرجل يريد الدخول في مساله يحسب له يحسب له انه على الاقل وضح بلغه الارقام كامله انه هذا بيان كامل بديون الاتحاد. يعني الرئيس القادم الجاي انت على بينه من كل شيء. الامور شفافه بالنسبه لانمار الان. انمار في تصريح سابق خلال سنتين الماضيه صرح انه لا يريد التقدم لرئاسه الاتحاد بسبب الضبابيه في مساله الديون والاموال والموارد والمصروفات. بالامس يعلنها صريحه انه قادر على انه يتقدم، وبالتالي يتقدم وبكل شجاعه. الان اذا انتخبوا الاتحاديين انفسهم انتخبوا انمار الحايلي، لابد على انمار الحايلي انه يكون واضح وشفاف مع الجماهير ويعلن ما هي الخطه وما هي الموارد ما هي المصروفات خلال الفتره القادمه. خصوصا يا هيثم ان انمار الحايلي ما يحسب لاي اداره، يعني هذا الرجل لا مو محسوب. في فتره سابقه دعم الاداره ابراهيم البلوي 20 مليون نعم، وفي هذه الاداره كان مستعد كثير للدعم ودعم ايضا لذلك انا ارى ان الشخصيه التوافقيه الشخصيه التوافقيه الاسلم للمشهد الاتحادي خلال الفتره تتفق يا جابر خصوصا